وصلت بأمانة العاصمة لقاءات المستعار للعلماء والخطباء والمرشدين، والتي ينظمها مكتب الأوقاف والإرشاد تحت شعار معا للتصدي للعدوان وتحصين الجبهة الداخلية. إلى التفاصيل. تواصلا للفعاليات والندوات الترشيدية والتوعوية لعلماء الدين وخطباء المساجد في أنحاء الجمهورية، نظمت اليوم بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة ندوة إرشادية لخطباء المساجد، نزولا عند المسؤولية الملقاة على عاتقهم في توجيه الناس، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن من عدوان سعودي غاشم. بالنسبة للعدوان الذي تواجهه الأمة العربية وخاصة اليمن، فهذا عدوان لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. فهذا العدوان يقتل الصغير والكبير والفقير، فهذا هو العدوان. وفي ناس أو في ناس مجموعة مخفيين يتعاملوا مع هذا العدوان السافل. أن نتوجه، لا نتوجه لأحد، ولكن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك بتوعية الأمة وأبناءنا وأخواننا وأبناء اليمن إلى ما نحن فيه ضد العدوان، وكذلك جرائم العدوان الذي يرتكبها في حق أبناء اليمن، في حق وطننا وأرضنا، في حق الطفل، في حق الشيخ الكبير، في حق المرأة، في حق كل ما وجد كائنا حي في هذا البلد. والعدوان يستهدفه في كل مكان، وكذلك آثارنا وتاريخنا ومزارعنا وكل ما يستطيع بطائرته في شعبنا، ولكن ندعو إلى الثبوت والصمود والعزيمة القوية من الله سبحانه وتعالى، ونعرف أن الله سبحانه وتعالى ناصرنا ويعزنا وأنه على كل شيء قدير. علماء الدين وخطباء المساجد أكدوا في كلماتهم على أهمية أن تكون رسالتهم قائمة على تهذيب الأمة مما قد يشوبها من شبهات دخيلة عليها، وكذا توحيد صفها تحت راية واحدة تكون قادرة على ردع أي اعتداءات داخلية أو خارجية يقوم بها أعداء الوطن. ينبغي لنا جميعا أن نحافظ أولا على ديننا وعلى عقيدتنا وعلى أخلاقنا الحسنة والفاضلة والمثل والقيم المباركة، وعلى الدعاة والعلماء أيضا عليهم العهد والميثاق، وعليهم أن يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى ولا يخافون بالله لومة لائم. إن الذي يحصل في هذه الأمة إنما هو لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لا شك أن أعداءنا من اليهود والنصارى هم الذين يمكرون بالمسلمين، وهم الذين يحاولون أن يجعلوا بين المسلمين اضطرابا واسعا من أجل أن تتخلخل عقيدتهم وأخلاقهم الطيبة والمباركة. نحن معشر الخطباء جميعا ندين ونستنكر بشدة ما تتعرض له البلاد من قبل العدوان، وإننا نقول للعدوان تقتل الشعب وأطفال الشعب. فلماذا؟ ماذا عملوا الأطفال والنساء؟ ماذا عمل بك أبناء اليمن؟ الشباب هم حماة الأمة، ونقول للأمة أن الشباب هم جيل المستقبل وهم عمادها، فعليهم جميعا أن يتضافروا ويوعوا الشباب حول قضاياهم الدينية والوطنية والقومية. والمؤامرة الصهيونية والأمريكية هي تدور على الشباب وقتل الشباب واستهداف الشباب، لأنهم ثروة الأمة ومستقبلها هم الشباب. والآن الذين يقتلون في جميع المعارك وجميع الضرب هم الشباب، فهذا الهدف الغاشم الذي لا يخدم إلا إسرائيل وإمريكا في الدرجة الأولى، ومن يسير على منوالهم ضد أبناء الشعب اليمني بل ضد الأمة الإسلامية. في نهاية اللقاء عبر علماء الدين وخطباء المساجد عن إدانتهم لكل الأعمال الإجرامية التي تقوم بها السعودية ومرتزقتها على بلادنا منذ ما يقارب العام تحت مسميات طائفية ومذهبية ما أنزل الله بها من سلطان. رياض الشعساني لقناة اليمن، صنعاء.